التالي من دراسة الدالة اللي فيه المتتالية المرتبطة بالدالة، يعني لتكون يو ان المتتالية لعددين معرفة كما يلي: يو صفر يساوي واحد، و يو ان زائد واحد يساوي اف ليو ان، لكل ان من ان. السؤال الأول بين بالترجع أن يو ان محصور بين واحد و اف لكل ان من ان. أنا دائما إلى عندكم إذا تعطيكم متتالية مرتبطة بالدالة أن تكون الأسئلة ديالنا سهلين، يعني أول سؤال تكون هو الترجع. بين بالترجع أن يو ان محصور بين عدد وعدد، ولا يو ان أكبر من شي عدد، ولا يو ان أصغر من شي عدد. السؤال الثاني هو الرتابة، بين أن يو ان متتالية تزايدية ولا تناقصية، ثم استنتج أنها متقاربة، ثم السؤال الأخير احسب النهاية. هذا هما الأسئلة اللي كيتعطى في المتتالية من تكون مرتبطة بالدالة، هي السؤال الأول الترجع، السؤال الموالي الرتابة، هل هي دالة تناقصية أو دالة تزايدية، ثم استنتج أنها متقاربة، السؤال الأخير احسب النهاية. إذا وتكون الأسئلة سهلين، حيتاش ما تيكونش فيهم الحساب بزاف، حيتاش الأغلبية ديال الأسئلة كنستعملو فيهم دراسة الدالة، داكشي اللي درنا في دراسة الدالة كنطبقوه في المتتالية. إذا ركزوا معايا مزيان، حيتاش الأسئلة مخصكمش تضيعو فيهم النقاط. إذا بالنسبة للسؤال ديال الترجع، غنتبعو المراحل ديال الترجع. كما كتعرفو كاين ثلاثة المراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة التحقق أو ما يسمى بأساس الترجع، من أجل بالنسبة للسؤال الأول، يعني باش نبينو أن الآن محصور بين واحد و أو، المرحلة الأولى من أجل إن يساوي صفر، من أجل إن يساوي صفر، لدينا يو صفر شحال كيساوي؟ يو صفر يساوي حسب هذا المعطي يساوي واحد، وواحد أي أن يو صفر محصور بين يو صفر محصور بين واحد و أو، إذا هذه العبارة صحيحة. إذن عبارة صحيحة، من أجل إن يساوي صفر. المرحلة الموالية هذه المرحلة الأولى، المرحلة الثانية إذا كان اعتبر إن من إن يكون إن من إن، وكان نصيغ فرضية الترجع. نفترض أن إن محصور بين واحد و أو، ونبين أن يو ان زائد واحد محصور بين واحد و أ. لنفترض أن يو ان محصور بين واحد و أ، ونبين أن يو ان زائد واحد محصور بين واحد و أو. إذا باش نبين أن يو ان زائد واحد محصور بين واحد و أو، عندنا هنا يو ان زائد واحد يساوي إف لي أو ان، ما غاديش نمشيو نأطرو إف لي أو ان، حيت عندنا إف لي إكس يساوي إكس، حيت عندنا في التمرين إف لي إكس يساوي إكس زائد واحد على اثنان ناقص إلين دو إكس زائد واحد على اثنان إلين دو إكس أس اثنان، هذا هو التعبير ديال الدالة إف. إذا أنا إف لي أو ان مغاديش نمشيو نعوضو إكس بي أو ان ونأطرو، لا، غنستعملو الدراسة ديال الدالة. إذا غنطلقو من الفرضية اللي هي يو ان محصور بين واحد و أو، لدينا حسب الافتراض أن يو ان محصور بين واحد و أو، وغنطبقو الدالة إف على هاد المزدوجة هادي، يو ان محصور بين واحد و أو، غادي نطبقو الدالة إف. وباش نطبقو الدالة إف خصنا نعرفو الرتابة ديال إف في المجال واحد و أو، واش هي دالة تناقصية ولا دالة تزايدية، باش نعرفو واش نحافظو على الترتيب أولا نغيرو الترتيب. كنا درنا في دراسة الدالة في الجزء الأول أن الدالة إف يعني تناقصية في المجال صفر واحد، وتزايدية في المجال واحد بلس إنفيني، يعني اللي كيهمنا هنا هو المجال واحد أو، الدالة تزايدية في هذا المجال هذا، أن تزايدية في المجال واحد بلس إنفيني، وهذا المجال واحد أو ضمن المجال واحد بلس إنفيني، إذا الدالة تزايدية. وبما أن F تزايدية على المجال واحد أو،
فإن إذا غادي نطبقو الدالة إف بلا ما نغيرو حتى شي حاجة. إذا إف لي أو أصغر أو يساوي إف لي يو إن أصغر أو يساوي إف لي أو. إذا إف لي يو إن، إف لي يو إن هي يو إن زائد واحد. إذا يو إن زائد واحد صفر أو محصور بين أنا عفوا إف لي واحد هنا إف لي واحد إف لي واحد أن إف لي واحد يساوي واحد صفر صفر. هنا واحد زائد واحد على جوج هي ثلاثة على جوج، ثلاثة على جوج، ثلاثة على جوج. وإف لي أو أنا واحد غادي نجي نحسب إف لي أو كان فيه أو. هنا إلي أو يساوي واحد يعني واحد على جوج زائد واحد على جوج يساوي واحد، واحد هنا ناقص واحد يساوي صفر كيبقى هو أو. إذا لقينا أن يو إن زائد واحد محصور بين ثلاثة على اثنان و أو. واش هذا كيعني أن يو إن زائد واحد محصور بين واحد و أو؟ حنا بغينا يكون عندنا واحد هنا. ولدينا عندنا ثلاثة على جوج راه أكبر من واحد، واحد أصغر أو يساوي ثلاثة على جوج. عندنا واحد أصغر من ثلاثة على جوج، وعندنا ثلاثة على جوج أصغر من يو إن زائد واحد. هذا كيعني أن واحد أصغر من يو إن زائد واحد. إذا أن يو إن زائد واحد محصور بين واحد و أو. كاش عندنا يو إن زائد واحد محصور بين ثلاثة على جوج أو، وعندنا هنا واحد ثلاثة على جوج أكبر من واحد. أنا ممكن ندير واحد الرمز آخر هنايا ندير أصغر واحد أصغر من ثلاثة على جوج. إذا يو إن زائد واحد محصور بين واحد و أو. إذا هابين أن يو إن زائد واحد محصور بين واحد و أو، صافي المرحلة الثانية سليناها. المرحلة الثالثة هي الاستنتاج، وبالتالي حسب البرهان الترجح، وبالتالي حسب البرهان بالترجح فإن يو إن محصور بين واحد و أو لكل إن من إن. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال ب، بين أن المتتالية يو إن تزايدية، يعني باش نبين أن هذه المتتالية تزايدية، كذلك هذا السؤال غنستعملو في دراسة الدالة. يعني ما غاديش نمشيو مثلا نحسبو يو إن زائد واحد ناقص يو إن ونحسبوها، يعني غنستعملو في دراسة الدالة. باش يعجبك ليكم هاد 80 دال من كتلقى المتتالية المرتبطة بالدالة، تيكون الأسئلة ساهلة كلهم كتستنتجوهم انطلاقا من الشيء اللي جاوبني عليه في دراسة الدالة. شفت معايا السؤال اللي كاين في الجزء الأول، شوف واش السؤال بالضبط. السؤال الخامس اللي درسنا فيه الوضع النسبي، دائما هذه الرتبة ديال المتتالية كنستنتجو من الوضع النسبي أو الإشارة ديال الفرق إف لي إكس ناقص إكس. ملي يكون عندنا السؤال هذا في التمرين ديال دراسة الدالة هو اللي كنستعملو في الرتبة ديال المتتالية، الإشارة ديال إف لي إكس و إكس، يعني الوضع النسبي لمنحنى الدالة إف والمستقيم الذي معادلته إيكغيك يساوي إكس. هنا ديجا بينا في السؤال الخامس أن إف لي إكس ناقص إكس يساوي، لقينا واحد التعبير اللي هو موجب، واحد على اثنان عامل لإلان تو إكس ناقص واحد الكل أس اثنان، وبينا أن هذا التعبير هذا أكبر قطعة أو يساوي صفر. إذا أن منحنى الدالة إف يوجد فوق المستقيم، هذا يعني أن إف لي إكس أكبر من إكس، هو اللي غنستعملو في هذا السؤال هذا. الطريقة ديال الإجابة لدينا حسب السؤال الخامس في الجزء الأول كنذكرو الرقم من السؤال، الجزء الأول أن إف لي إكس أكبر أو يساوي إكس لكل إكس من المجال صفر زائد ما لا نهاية.
شرابي نفس السؤال الخامس، يريد أن f x ناقص x أكبر من صفر، يعني أن f x أكبر من x. ولكن هنا إحنا ما كيهمناش المجال صفر زائد ما لنا كله، هو كيهمنا المجال واحد أ، واحد أ. إذا كانت f x أكبر من x لكل x من المجال صفر زائد ما النهاية، هذا يعني أن f x أكبر أو يساوي x في المجال واحد أ، واحد واحد أ. يعني أي معنى هذه العبارة، المنطقية أن f x أكبر أو يساوي x لكل x من المجال واحد أ، من أي عدد أو أي عنصر محصور بين واحد أ كيحقق لي هذه المتفاوتة هذه. دابا غادي نعوض، غادي نعوض x بـ un، مادام أن un كيحقق هذا الشرط، un محصور بين واحد أ، إذن un ممكن يكون بلاصة x، إذن f لـ un يكون هو أكبر أو يساوي أكبر أو يساوي un. نضع x يساوي un. إذن أن f لـ un أكبر أو يساوي un لكل n من n. أشنو هو un؟ f لـ un هو un زائد واحد، un زائد واحد أكبر أو يساوي un لكل n من n. ومن سيكون عندنا un زائد واحد أكبر أو يساوي un لكل n من n، كنستنتج أن المتتالية تزايدية، وبالتالي المتتالية un تساوية. بالنسبة للسؤال ج، يستنتج أن المتتالية un متقاربة. من هذا السؤال بسيط، كتكون عندنا المتتالية تساوية ومكبورة فإنها متقاربة، إذن هي مكبورة بعدد أ. بالنسبة للسؤال ج، بما أن المتتالية un تزايدية ومكبورة بالعدد أ، بالعدد أ، فإنها متقاربة. المعنى ديال متقاربة يعني تقبل نهاية منتهية، النهاية ديالها هو عدد حقيقي. زين، هذا بالنسبة للسؤال ج. انقلنا إلى السؤال الأخير، احسب نهاية المتتالية un. إذا كما قلت لكم هذو هما الأسئلة لكي تعطوا في المتتالية إذا كانت مرتبطة بالدالة. السؤال الأول تكون هو الترجع، السؤال الثاني الرتابة، السؤال الثالث استنتج أنها متقاربة، السؤال الأخير احسب النهاية. بالنسبة للحساب ديال النهاية، يعني كنستعملوا واحد الخاصية مهمة، أنا نذكركم بهذه الخاصية هذه. إذا كانت الدالة F متصلة على المجال اي الشرط الاول، الشرط الثاني هو اف لي اي ضمن اي، الشرط الثالث واحد المتتاليه دو ان معرفه بحدها الاول يسافر الذي ينتمي الى المجال اي، وبالصيغه الترجعيه يو ان زائد واحد يساوي اف لي يو ان لكل ان من ان. الشرط الاخير هو يو ان متقاربه. إذا إذا تحقق هذه الشروط الأربعة، إذا كانت عندنا دالة F دالة متصلة على المجال إي، F لـ إي ضمن إي، و إي صفر ينتمي إلى المجال إي من الحد الأول ديال المتتالية، وها يو أن زائد واحد يساوي F لـ يو أن، يو أن متقاربة، إذا تحققوا هذه الشروط هذو، كنستنتجوا أن المتتالية يو أن، كنستنتجوا أن ليميت، ليميت ديال يو أن، أنا في أن متقاربة هذا يعني أنها عندها نهاية منتهية، النهاية ديالها هي واحد العدد L. شنو هو L؟ حيث L هو حل المعادلة F لـ X يساوي X في المجال E. هذه هي الخاصية اللي غنستعملو
باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا. اذا من كان ملي كنتحققوا من هذه الشروط هذو الاربعه كنستنتجوا ان ليم ديال يو ان يساوي العدد ال. هذا ال هو الحل ديال المعادله اف اكس يساوي اكس في المجال اي. يلا شوفوا معايا نتحققوا من هذه الشروط الاربعه. بالنسبه للداله اف هي هذه، والمجال اي شنو هو المجال اي؟ هو ذاك المجال اللي استعملت المتتاليه اللي يو ان محصوره بينه، يو ان محصور بين واحد او. اذا المجال اي هو المجال واحد او، ديما المجال اللي كنحكي هو الشيء اللي تكون عندنا في السؤال الاول ديال الترجع يو ان محصور بين عدد وعدد، اذا هذا هو المجال واحد او. اذا عندنا الداله متصله، الداله ديال متصله لانها مجموع داول متصله، اذا الداله متصله على المجال اي. و اف دي اي خصنا نحسبوا الصوره ديال هذا المجال هذا، ونبين انه ضمن نفس المجال. اذا بالنسبه للشرط الاول، بالنسبه للسؤال الثاني، لدينا اف متصله على المجال واحد او. الشرط الاول تحقق. الشرط الثاني ممكن ندير التعليل انها عباره عن مجموع دول متصله، بل انها قابله للاشتقاق لان ديجا تحسبنا الاشتقاق ديالها. والشرط الثاني اف لي واحد او صوره المجال واحد او يساوي هنا الداله، هي الداله على التبعيه في المجال واحد او تزايديه، اذا غنحافظوا عليها بالترتيب لان هي اف لي واحد اف لي او. غادي نحسبنا هاد الصوره هادي اف لي واحد كانت كتساوي كيساوي 3 على 2، 3 على 3 على 2، و اف لي او يساوي او. اذا هاد المجال 3 على 2 او ضمن المجال 1 او، لان 3 على 2 اكبر من 1. اذا اف يعني صوره المجال واحد او ضمن نفس المجال اللي هو واحد او. الشرط الثاني، الشرط الثاني تحقق. بالنسبة للشرط الثالث عندنا المتتالية يو ان معرفة بحدها الأول اللي هو يو صفر، يو صفر يساوي واحد ينتمي إلى المجال واحد او، ومعرفة بالصيغة الترجعية يو ان زائد واحد يساوي اف لي يو ان. الشرط الرابع اللي هو الأخير أن يو ان متقاربة، هو اللي بين في السؤال جيم. يو ان متقاربة، هذا هو الشرط كلهم محقين. عندنا الدالة اف متصلة على المجال واحد او، واف لي واحد او ضمن واحد او، الحد الأول يو صفر ينتمي إلى المجال واحد او، يو ان بلس ان يساوي اف لي يو ان، يو ان متقاربة. إذا ليميت يو ان يساوي عدد ال، ان طونفير بلس انفيني، ديما كنكتبو ليميت ديال المتتالية ان طونفير بلس انفيني، حيث ال هو حل المعادلة اف لي اكس يساوي اكس في المجال، في المجال واحد. دابا خصنا نحلو هاد المعادلة، هاد المعادلة اف اكس يساوي اكس. لدينا اف لي اكس يساوي اكس يكافي، اف لي اكس يساوي اكس يكافي اف لي اكس ناقص اكس يساوي صفر. رجع حسبنا اف لي اكس ناقص اكس لقينا واحد على اثنان عامل لإلين دو إكس ناقص واحد كونوس اثنان يساوي صفر يكافي. هنا إلين دو إكس ناقص واحد أس اثنان يساوي صفر، يعني أن إلين دو إكس ناقص واحد يساوي صفر، إلين دو إكس ناقص واحد يساوي صفر. نكملو هنا.
إيه إف دو إكس يساوي إكس يكافئ إل إم دو إكس يساوي واحد يكافئ أن إكس يساوي عدد إف، والعدد إف ينتمي إلى المجال واحد إف، يعني أن الليميت ديال إن يساوي إف، وبالتالي الليميت ديال المتتالية عندما أوبين إلى بلس من إن يساوي العدد إف. لو وصلنا دابا لنهاية التصحيح ديال هذه المسألة ديال دراسة الدالة ديال 2019، شكرا بزاف على التتبع ديالكم، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا مزيان، ولا كان شي حاجه ما واضحاش ولا كان شي استفسار ولا شي توضيح قولوها لي في لي كومونتير. يلا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر اللي غنصحك ان شاء الله مسألة اخرى. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.